راح نتكلم عن الاهتمام بالجلد الطفل بعد الولادة. طبعا مسح جلد المولود وحمايته مهمة جدا بعد الولادة، لأن الطفل في هذا الوقت يكون جسمه معرض لبعض الأمراض، أيضا حمايته من الحشرات والطفيليات التي ممكن أن تسبب بعض اللدغات التي تصيب الجلد، مثل الذباب ممكن أن يصيب الإنسان تقريبا 40 نوع من الأمراض، بالذات إذا كان يعني إصابة الطفل في وقت ما بعد الولادة، يعني في وقت الرضاعة نسبة انتقال الأمراض من هذه المخلوقات إلى الجلد وإلى الجسم نسبتها مرتفعة جدا، تقريبا 80%. يتم الاهتمام في جلد الطفل بالعملية التالية: يتم مسح جلد المولود وحمايته وتجفيفه، يجب أن يتم طبعا بلطف، حيث أن أنسجة الجلد السطحية رقيقة جدا في الأيام الأولى من العمر. طبعا راح نشرح شرح موجز للعناية بالطفل حديث الولادة، وممكن نتكلم عن بعض الأشياء الموجودة المميزة في جسم الطفل، ممكن يعني تكون الأم تكون خايفة منها، أو يعني تحسب أو تظن أن هذه الأشياء يعني أشياء خطرة على جسم الطفل، وهي يعني أمور طبيعية في الواقع. راح نتكلم عن المواصفات الطبيعية وطرق العناية بالمولود حديث الولادة في هذه الفقرة. السؤال: ما هي مواصفات الطفل الطبيعي بعد الولادة مباشرة؟ إيش شكل الطفل الطبيعي جسميا بعد الولادة مباشرة؟ يبدو أن يعني الطفل بعد ولادته مباشرة يكون يعني لون جسمه تقريبا لونه أحمر داكن، طبعا مو بالكل، بعضهم يكون لونه أحمر داكن، والبعض لونه مائل إلى الأبيض أو البني الغامق أو الفاتح بسبب الإفرازات. طبعا هذه المنطقة الحمراء في الحالة الأولى تكون داكنة وتكسوه طبقة من الطلاء الدهني، والطلاء الدهني هذا عبارة عن مادة لزجة كانت تسهل حركة الطفل في رحم الأم، طبعا تفيد بعد الولادة في حماية جسم الطفل من الانتانات الجلدية. ويكون الطفل حديث الولادة الطبيعي يتميز بهذه العلامات. أيضا يكون الطفل بعد الولادة يعني حالته حالة نشطة، ويبكي بقوة ويتحرك بنشاط، ويمكن أن يرضع من ثدي والدته مباشرة. أيضا قد تلاحظ زرقة بسيطة في اليدين والقدمين والفخذين والركبة، وهذا أمر طبيعي خلال الأيام الثلاثة أو الأسبوع الأول من عمر الطفل. أما إذا كانت الزرقة حول الفم مثلا، أو مثلا يعاني الطفل من الزرقة في الشفتين، أو مرافقة مع صعوبة التنفس، فهي طبعا شيء غير طبيعي ويحتاج إلى استشارة طبية مباشرة، والذهاب بالطفل مباشرة إلى المستشفى. طبعا إلى هنا بعض النصائح البسيطة، أتمنى أنكم استفدتم منها، وكان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.